وسط سقفة منزله العتيق الذي حوله إلى ورشة ملهمة، يداعب محمد العبداوي ريشته مثل عاشق ويمررها على خشب الأثاث القديم ليخط زخارف تبعث فيه الروح من جديد ويعيد إليها سحرها بألوان يبتكرها من ذاكرة طفولته وذاكرة مدينة القيروان وطابعها المعماري والفني المميزين. أنا اسمي محمد العبداوي، تعلمت الصنعة دي على الوالد متاعي الله يرحمه وينعمه. عندي المحل متاعي معناها حطيته معناها بدلته متاع خدمة تاع دينا التزويق كيف هكا، والحمد لله رب العالمين كل مرة قاعد نطور فيها، معناها خذيتها على أسلافي وقاعد ديما نطور فيها ونخدم فيها. هذا الأثاث القديم الذي لم يعد بعضه صالحاً للاستعمال سافر مع الفنان العبداوي وحول ورشته إلى متحف ومزار. لكل تحفة في هذا المنزل قصة وتاريخ وذكريات، ولكل لوحة فنية يبدع هذا الرسام في رسمها قصة عشق وحكاية، بل إنها تصبح قطعة من روحه وبدنه وعقله. جيبوني مثلا فروشات حجامة ولا أرجنتير ولا أبناك عربي نجددهم، مش نطمس لهم النوع متاعه، نجدلهم الألوان متاعه. جيبوني قطعة خشب نعاود نبعث فيها الروح، مثلا الصفرات الحاجات الأنتيكة ذاك تراثنا، هذاك كي تشمك لودير متاع لوحك القديم وكل الزيت متاعه تحيا فيه الروح. هذه المملكة متاعي، هذه الأتلي متاعي، خدمتي البنسو وأم كلثوم وقهوة. ورث محمد العبداوي عن والده فن التزويق والرسم على الخشب وأبدع فيه وطوره وأضاف فيه من روحه حتى أصبح هذا الفن جزءاً من حياته وكيانه، وأصبحت ورشته هي عالمه الذي يسافر فيه بأحلامه وذكرياته، ترافقه ألوانه وعصافيره وابنته التي أورثها عشق الألوان. عالم دي العالم تاعي قاعد ديما نبتكر فيه، ديما نحب نطلع ياسر حاجات مثلا باش تلفت انتباه العباد وشوف معناها اصلنا وتراثنا وجدودنا، معناها جذور نتاعنا كيفناك القناعه كل حاجه هذيك عندها. مثلا كيما الرشاقه مثلا كان يلبسوا كابوس المجيدي كي يدخل سيدي ولا حاجه ينحي كابوس المجيدي ويحطوا فوق الرشاقه ولا يحطوا عليها جيزه نتاع ضوء. نطوروه المشروع هذا ونزيد ناخذ تبارك الله فكره معناها من جينيراسيون جديده، معناها باش كما نقولوا فيها نتاقلموا مع بعضنا، هانو من الكلاسيك للمودرن. هي تعطيني افكار بالطبيعة، انا مش سبحان الله باش تاخذ الريليف هي بالطبيعة. 16 سنة معناها بديت انا نقرا وميم طون في الصيعة نخدم مع باي، ولا باي معناها كي يحطني في الدار مثلا نخدم فيها واحد وكل شيء نطمئن نبدا ونتم. تتشابه الألوان عند محمد العبداوي، فهو لا يستعمل الألوان الاصطناعية وإنما يتمسك بألوان الطبيعة وتحديداً ألوان النباتات، تلك الألوان التي كان القدامى يستخرجونها من أوراق النبات والثمار، فيستخرج لون قشور الرمان ولون أوراق الزيتون الأخضر الذي يعتبره اللون المميز والعتيق لمدينة القيروان. معني شوف تلعب بالالوان دي جي بتاع الالوان باش تطلع لي كولير هذيك، تجيبش تحفظها من عند العارف، تحفظها وحدك يعني تشد كل مره تستي وحدك تريف 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 لين تستقر على الالوان اللي حاسك بهم وحدك. شيء هذه ديجا قاعد نحفظ فيهم الراخ تبارك الله، تو بديت هي شدت الطريق وربي سهل لها، خاطر انا عطيتها دم قلبي الخدمه ذي، ضحيت عليها سي نجم، ضحيت ما لقيتش الطريق ساهل، ما لقيتوش الطريق كيما لقاته هي. لقيته صعيب فهمني، ضحيت عليه الطريقه هذه، تحب هي تحافظ لي عليه، السنه هذه تحافظ عليها تاع ابوها وجدها. انا يعني بي الله يرحمه وينعم
قال لي يقول لي مثلا عزت عزك صنع. أصبحت راقية شريكة له في عشقه لهذا الفن ورفيقة أحلامه ومحفزة له ليبدع أكثر. تطمح راقية أن يبلغ فن أبيها العالم وأن يكون اسمه مرجعا عالميا في فن الزخرفة والتزويق. عسلامة، مرحبا بكم. أنا اسمي راقية عبداوي، بنت محمد عبداوي. أنا معناها كريت خدمة با وكل شيء، قلت كبرت في العمر وبديت نفهم، قلت سي لو طون اللي معناها با مشي تعرف وخدمته الناس الكل تعرفها. جاتني فكرة اللي نعمل باج وانستغرام وحبيت نحط معناها للخدمة متاعو اسم ماخك، فبالإجماع معناها قررنا نعملوها اسم دار للرقاية. قسمنا الاتولي لوطا اتولي نخدمو فيه، والفوق عملناها صالون صغيرة متاع شوتينك، معناها كل شيء فيها تراديسيونيل، كلها معناها خدمة با. نحب تولي اسم ماركة معروفة في تونس الكل، وعلاش ليه لبرا. نحب معناها تكون عنده بصمته كي يبدا في اي بلاصة، مثلا حتى في تونس الكل تبدا خدمة محطوطة معروفة هذيك محمد عبداوي دار الرقاية. تشرف ابنة أبيها على المتحف الفني وتديره على شبكات التواصل الاجتماعي وتشترك مع والدها في طموح الخلود وعشق الفن الجميل، ويعتبرها الوالد محمد العبداوي وريثة فنه، ويريدها أن تكون شبيهة أبيها في عشقه لحرفته وأن تمتهن سحر الألوان وفن النقش والرقش والتزويق لتخلد اسمه كما خلدت الفراعنة التي تلهمه بسحر الألوان.